كني تهورت، هذه اعطيتها عوض القيدر. ايام ايام العمر ايام العمر لو راحت بتغني. ليش فقير؟ اسف علي، ما تنفع. لحظة ما اشوفش. هلا بالليل فاني يا هلابة، عدد دقات قلبي يا هلابة. دائما المبدعين من الشعراء مثلنا يحصلوا ناس تعرقلهم امثالكم. انزين خف على برطمك لا ينسدح على البلاط. وبعدين خلصين، ايش تريدي؟ بتشلني بيت خالتي اليوم ولا بتندفن كالعادة؟ انت مجنونة، مرة بيت خالتي، مرة اريد اروح ازور مربية، مرة انا ايش؟ شافتني فودر؟ اسمعي، طلع من البيت انا اليوم ما طالع عشان اقدر اراجع افكاري، عشان اليوم عندي امسية شعرية واريدش انت تازريني فيها، انا ما فاضيلش. يلا. طيب يا شيخان، بازرك وبدعمك كيلو وين مرة بتريلة بعد. جمهورنا الكريم،
مساءكم شعر، مساءكم كلمة. أهلا بكم في هذه الأمسية الشعرية. أم اليوم معنا الشاعر المخضرم، شاعر الوديان وشاعر الخلجان، شاعر الدمعة وشاعر البسمة. رحبوا معي بشاعر الكلمة الشاعر شيخان. السلام عليكم. عليكم السلام شاعرنا الكبير، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. نورت أمسيتنا. شكرا. السلام عليكم. حشي والله ما حجنش. حلفت عاد. طبعا أنا اليوم سعيد بتواجدي معاكم، وإن شاء الله نقدم لكم حاجة ترضيكم. طبعا الكل فكر هذا قلم، لكن للأسف هذه نظارة. طبعا قصيدتي تقول: باسم الدنيا يا روح الأيام، باسم الدنيا يا روح الأيام، يكفي عتب يكفي زعل يكفي غيرة. كل الذي في بالك يدور أوهام، خلي الوهم عنك، فضها سيرة فضها سيرة. شكرا على تعليقكم وتصفيقكم لي. ما حدا سكن، ما سكن سيت، ما حدا سكن هالقلب، ما حدا سكن هالقلب من 10 أعوام، ما غير انتي وابتسام وسميرة وهند وسعاد وريم وفطوم وأحلام وعليا وعليا ودلال وشوق واسمه ومنيرة. وإن كان كدر خاطرك ريم وأحلام وشلة سميرة وابتسام ومنيرة، بحكم عليهم أعدام بحكم الأعدام، وانشرهم في جنات في قناة الجزيرة. صح لسانكم، ما شاء الله تسقيف حار، وأنا صراحة متفاعل يعني معاكم ومع يعني المقدم، وأشكركم على هذا التسقيف. شكرا لشاعرنا المخضرم، أمتعنا بهذه القصيدة. أما الآن الشاعر الكبير، شاعر الجبل والبحر والسماء والزرقة والحنان والدلال، الشاعر، رحبوا معي شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا حي يا حي يا حي ابكم على الراس من فوق. شاعرنا الكبير المخضرم شعبان، أسفين عذبناك وتعبناك معنا، بس كلنا أمل أنك تعطينا قصيدة من قصائدك الرائعة. أنا بصراحة بصراحة أنا محرق والله. تعرفون أنتو الشعر القديم الشعر أول ما هو مثل الشعر الحين يا أخا. صحيح. وأنا يا أخا الحين في هذه الأمسية الطيبة اللي تجمعني معاكم، أنا الحين بعطيكم يا أخا قصيدة، قصيدة هذه قديمة زين، وهي يا أخي مش من كلماتي ولا من ألحاني. زين أقول لكم: ذاب قلبي ذاب قلبي في هواء أسمر اللون، ياوة ذاب قلبي في هواء أسمر اللون، ذاب قلبي ذاب قلبي من رأيتك بجنبي. ها لا تخجلوني لا تخجلوني. روح فيه. زين ذاب قلبي من رأيتك بجنبي، فز قلبي صار هايم ومجنون وسلمته. هذه كلمات بس بسيطة مش البرنامج، أنا يعني كنت شغال يا أخي ما كنت فاضي، وعشانكم قلت بكتب لكم هذه البيتين. أعزائي الجمهور الكريم،
ننتقل إلى الحنان والدلال والحب والعاطفة. ها، وين القصيدة؟ يلا بسرعة تو بدخل. ارسلوها على الواتساب. حيوا ما مشكلة، الفلوس برسلهم بعدين. شيخة دوري، يلا دوري بسرعة. شيخو تعرفه؟ لا لا ما اعرف. ويك حلوه. مساكم الله بالخير جميعا. راح اقول لكم قصيده بعنوان شنطه سفر. القصيده هذه انا كتبتها وانا جايه بالطريق. شنطه سفر لونها زرقاء، حطيت علبه مكياجي وعطري. علشان ما أشوفك شليت الشنطة، لكني ما قدرت أركض كانت ثقيلة، لكن القدر وزحمة الشوارع هي السبب. ولو دورت بيت بيت، زنقة زنقة، حارة حارة، وفي السحارة ما راح تلاقيني. خلاص ما عندي خيار ولا بصل، مسكت الشاول وبديت أحفر حفرة، مسكت الشاول وبديت أحفر حفرة، ودفنت فيها صورتك وحبك. في الحقيقة شاعرتنا متألقة أنرتي الأمسية. بصراحة أنت وردة بين هذه الورود، مكانك هنا. أمسيتنا أعزائنا المستمعين والمشاهدين مستمرة معكم، وتواصل القصائد العاطفية الرومانسية اللائقة جدا مع شاعرتنا شيخة. تفضلي تفضلي. وين القهوة؟ وين التمر؟ ماما هذا التمر، هذا قهوة، ريد قنم. بس فضحتني، بس فضحتني الله يجازيك ان شاء الله. مو ابا قنم جد واقع عندي في البيت، خلني بس اوصل البيت اذا ما فنشتك اليوم. مو هذا نفر خربوت بس. وين التمر والقهوة اللي تحكي سوالفنا الحلوة؟ وين؟ سلمتوا. شكرا شكرا جمهورنا العزيز، جمهورنا الرائع، جمهورنا المتألق على هذه القصائد الأكثر من رائعة، وانتظرونا في قصائد أخرى، بإمكانكم تروحوا. جمهورنا الكريم، شكرا لحضوركم ولكل من هم خلف الشاشات الذين يصوتون عن طريق الرسائل النصية القصيرة. نود أن نخبركم أن نجم هذا الحفل ونجم الموسم بأكمله، ألف مبروك للشاعرة شيخة. ماما ماما أنا في بال ماما. بس كلام شوية. بس شعر. معلوم شعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حضور، أنا كلام شعر شوية. أنا كلام. انا حب مشموخ حب مزبوط، انا حب مشموخ حب مزبوط، سيم سيم حبل مربوط، ما يفرق بيننا اي نفر خربوط. سلامتكم يا ربع. سريحوا سريحوا سريحوا. سلامتكم، سهل على لسانكم، سهل
سهل لسانكم. انت انت مال شعب انت؟ وبعد الصدق مو بعد. ما 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 انت مخلع من الشعر انت؟ قمي قم البيت. انا؟ قم البيت اقول لك. شيخة قمي انتم ما حد يسمعكم قصايد؟ العتب علينا احنا؟ تعبانين في البيت نكتب لكم ونسوي لكم، لكن انتم بس تروحوا على على عدسات وعلى جمال؟ يا اخي خربت الشعر والشعراء رحمونا. فهمتكم؟ وين الشباب؟ اسمع يا ابوي عطر كاثر كاثر روح يوهلي زهقان يوهلي طفشان يوهلي زهقان